أهلا وسهلا بكم في قناة تردد وبس. الآن نعرض عليكم تردد قناة الرابعة العراقية الجديد على النايل سات، وهي قناة عربية تهتم بالشأن العراقي الداخلي والخارجي، حيث تعرض محتوى متنوع يشمل كل ما يهتم به المواطن العراقي داخل وخارج البلاد. ومن المحتوى الذي تقدمه على شاشتها الإخبارية السياسية والاقتصادية والرياضية والتكنولوجية وغيرها، كما تعرض البرامج الترفيهية والمسلسلات العربية. قناة الرابعة العراقية هي قناة فضائية أسسها الإعلامي غزوان جاسم عام 2021، ويمثل هذا الاسم السلطة الرابعة، وهو مصطلح ينطبق بشكل عام على الصحافة ووسائل الإعلام، ولإبراز دورها المؤثر ليس فقط في نشر الأخبار والمعرفة، ولكن أيضا في تكوين الآراء والإفصاح عن المعلومات وخلق القضايا وتمثيل الشعب. ويقع المقر الرئيسي للقناة في مدينة بغداد، ويعمل بها مجموعة كبيرة من مقدمي البرامج والإعلاميين والموظفين ذات الكفاءة العالية، والذين ساعدوا بشكل كبير في نجاح القناة وتحقيق نسب مشاهدات عالية من خلال عرض محتوى متنوع يستهدف المشاهدين العراقيين بشكل خاص والدول العربية بشكل عام. تردد قناة الرابعة العراقية 2022. يوجد ترددان على النايل سات، التردد الأول القمر الصناعي نايل سات، التردد 11678، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 11678، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD. الآن ننقل لكم التردد الثاني لقناة الرابعة العراقية 2022، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11334، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 11334، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات الرابعة. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الرابعة العراقية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.